جماعة بس تكتمل النصاب بنحكي ها هاي السلام عليكم يلا بعبدو يلا بعبدو يلا بسعدو يلا يلا مرحبا يا مرحبا شرفوا شرفوا ايه ابو عارف ان شاء الله اجتماعنا لخير الله لا يقطع من ديار حدا عمي امين يا رب امين اجتماعنا اليوم كف بلا يرفعوا عن الجميع خير شاهين شو في عندها انا واخي ياسين مديونين لهذا الزلمه باعتذار صار عمره 30 سنه نايم يا غافل الك الله بيجيني على جوالي فيديو من رقم غريب بفتح هالفيديو ايه اقسم بالله مثل اللي دلق علي برميل مي بارده صروعت صروعه شو مضمون هذا الفيديو عمي شاهين خلصنا بعارف شو في بلبو لهالفيديو ورا شلشتنا لك ايه والله ماني حسنان احكي ياسو بعت الفيديو على المجموعه على مجموعه دباغينك يا شام على الحارك هات لنشوف صار على جوالاتكم يا جماعة اسمعوني هذا الفيديو شغل أولاد مسحوه عن جوالاتكم الله يرضى عليكم رح يحييشكم شو كنتوا زعران لك شو فرفرتوا علي هيك عمي يا بهديل هي قدام الحاضرين كلياتهم لا أنا ولا أخي عنا علم أو بنعرف هذا الفيديو شلون طلع وانتشر الله بيشهد الله بيشهد يا عمي بهديل وانت اللي بتعرف احنا ما لنا مصلحه يطلع بنوب لانه هذا الفيديو في جواته خصوصيات غميقه كثير ياسو قرب بوس راس عمك بهديل لك 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 يا عيني على الشبعان اصول وهي بوسه لراسك ومشان الله ما تواخذنا والله كنا اولاد صغار ومأمورين من ابونا بس من اليوم ورايح باذن الواحد الاحد ما في بيناتنا غير المحبه والخير وما في شيء ثاني ما في اغلى منه والله ما في اغلى منه مقامك بمقام الوالد الله يرحمه على مهلك على مهلك على مهلك لا تواخذنا مشان الله على مهلك شر مالك يفتح الله عليك شر مالك يفتح الله عليك لا تواخذونا جبناكم على عجل يا جماعه وما شربناكم شيء والله نسينا نظني معلمي يا ناس شو يا ناس يا عالم شو صار له معلمي مشان الله رد علي معلمي معلمي اسعاف اسعاف يا جماعه بس حضرتك اتصل بالاسعاف